وماذا ستفعلون مع الهاشميين سواعد الحسين بن علي والعباس بن علي؟ لا شك في أنه إن دخل الميدان فسيموت رجالك خوفا وفرقا. لن أستبعد ذلك، لا يقف أمام العباس بن علي إلا من يحمل قلب أسد. اليوم طبسوح الحرب وبسيف يذبح وياخذ الماء بكيف. هذا عباس صعب تعريفه، فارس مفارس عذر خافوا من العباس، جيش طق راس براس، خافوا من العباس، جيش طق راس براس.